أهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام مرة أخرى. تتواصل عمليات إجلاء المدنيين من المناطق التي اجتاحتها المياه في جنوبي أوكرانيا بعد تدمير سد كاخوفكا جزئيا، في حين زعم الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تكبدت خسائر في الأفراد والعتاد جراء هذه الكارثة. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح اليوم الخميس إن الجيش الروسي لم يكن مستعدا لعواقب تفجير سد كاخوفكا وإنه تكبد خسائر في القوات والأسلحة والذخائر. حول هذه الأمور وأكثر يسعدني أن يكون ضيفي الأكاديمي والبحث السياسي الأستاذ ياسر النجار. أستاذ ياسر أهلا وسهلا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أستاذ ياسر، مبدئيا إذا ما ذهبنا إلى ضرب السد، هي عملية أوكرانية بامتياز؟ لا أعتقد ذلك. أولا لو كان أوكرانيا يعني عندها هم أن تضرب السد فهي بتضربه لما بتنسحب من الأراضي اللي محتلة من قبل روسيا. يعني أنا أتكلم عن أوكرانيا عندها يعني طبعا خيرسون الجميع يعلم أنها أول مدينة سقطت بيد الاحتلال الروسي، واضطرت القوات الأوكرانية للانسحاب من خيرسون. إذا لو كانت أوكرانيا لديها نوايا مبيتة لقطعت الطريق من تمدد الجيش الروسي أثناء تدميرها وانسحابها من السد، سيما إذا علمنا أن أعلى السد هو ممر للسيارات يعني جسر حقيقي يربط ما بين الضفتين الشرقية والغربية. هذا أمر أول. الأمر الثاني، هناك كلام واضح وجلي مع نهاية العام الماضي عندما تم تحرير خيرسون حول شكوك أوكرانيا في عملية تلغيم السد. كان هناك يعني حالات تلغيم بكثافة وكانت هناك مخاوف من تدمير السد. الأمر الثالث، طبيعة الانفجار الذي تم بالسد. السد هو عبارة عن سد ترابي يتم تحصينه بالبيتون المسلح والخرسانة. لو كان الأمر اعتمد على قصف من الجو أو من مدفعية أو صاروخ لوجدنا أن هناك يحتاج إلى وقت يعني لا يقل عن ربع إلى نصف ساعة، وبالتالي يتم رصد عملية القصف لهذا السد. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تسجيلات توهي يعني تعطي رسالة بأن هناك عملية قصف لهذا السد. ولو كان هناك فعلا تدمير لهذا السد لاحتاج الأمر إلى يعني طاقة جبارة من المتفجرات من أجل التفجير عن بعد. أما إذا كان تلغيم، وخصوصا إذا علمنا أن الذين لغموا هذا السد هم الذين صنعوا هذا السد. السد كما نعلم أنه وجد في عام يعني في عام بالخمسينيات عندما كان الاتحاد السوفيتي هو الذي يسيطر على هذه المنطقة. لكن هل من المعقول أن تقوم روسيا بتفكيك السد وتقتل أو تؤثر ذلك على عتادها وعتادها وجنودها؟ معقول جدا عندما نعلم أن هناك خطة للتقدم إلى الضفة الجديدة، إلى خيرسون، الضفة اليسارية أو الضفة الشرقية، وهذه تشكل خطرا. وروسيا لديها مشكلة الآن ومخاوف كبيرة من حملة أوكرانية في هذه المنطقة. إذا يتم تدمير السد من أجل إعاقة مرور الدبابات. الدبابات الآن لم تعد تستطيع أن تمر إلى الضفة الشرقية. هناك مساحات كبيرة الآن تم غمرها، وبالتالي لن يكون هناك تقدم للقوات البرية. إذا أنت إذا أردت أن تعوق القوات الأوكرانية ماذا عليك أن تفعل؟ تدمر هذا السد، وبالتالي تضمن عدم وجود خسارة حقيقية عسكرية تزل القوات والجيش الروسي، سيما إذا علمنا أن الإذلال الأول كان مع نهاية العام الماضي عندما تم تحرير النصف الأول، النصف الغربي لخيرسون، والآن تمتد العملية إلى النصف الثاني. الأمر الثاني، تبريرات على أنها لم تكن تأخذ يعني بالحسبان أن هذا السد يمكن أن يغمر مناطق لديها فيه عتاد. من الذي قال؟ الذي يحدد ساعة الصفر يمكن أن يسحب ما يستطيع سحبه من قواته، وبالتالي يتجنب مثل هذه الخسارات. ليعطونا الأرقام، كم عدد قتلى الجيش الروسي في هذا الغمر؟ ليعطونا الأرقام، ما الذي حصل للحامية الروسية التي كانت تتواجد في السد؟ لماذا تم قطع الكهرباء؟ القطع الكهرباء يؤثر سلبا على الطرف الأوكراني بشكل كبير جدا. والأمر الأهم أنهم يبررون على أن القرم كان يستعين بهذا السد من أجل أن يستفيد من المياه العذبة وبالتالي أن يكون هناك مصدر للماء. هذا كلام غير صحيح. منذ عام 2014 هذا السد لا يمول ولا يقدم للقرم أي نقطة مياه إلا بعد أن تم احتلال أوكرانيا في شباط 2022. إذا ماذا يعني؟ يعني أن أوكرانيا في القرم أو أن روسيا في القرم لا تستعين بمياه لا الشرب ولا السقاية. ونعلم أيضا أن نسبة السقي في هذه المناطق ضمن هذه الفترة ليست هي الأمر المهم.
ظني أن مخاوف أن يتمدد الجيش الأوكراني ليأخذ القسم الشرقي من خيرسون وليتمدد باتجاه القرم أكثر خطورة على الروس وأكثر خطورة على الحالة النفسية للجيش الروسي من تفجير سد وغرق بعض الآليات أو بعض الجنود الروس.